ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إذن كما تعلمون على النهار الحد لأن الوقفة قدام مركز الاستشفاء للداخلة اللي يسموه مجزرة، ما هو مستشفى لأنه ما في أي شروط اللي تتوفر في المستشفيات. وبالتالي نأكدوا ونعلنوا تضامننا لا مشروط مع نزهة العرش ومع طالب ومع أي دكتور شريف أن يخدم بنزاهة ومصداقية. يعني هذه الوضعية اللي نعيشه هنا تياها أي نقاش جميع اللي يخدم بصالح المواطن وبصالح الساكنة نحن معاه في السراء والضراء، وأي نقاش لا هي جا هنا تياها همه هذه النشرة ما هو خادم مصلحتها ولا هو معدل أمورها على أحسن ما يرام في الأمور اللي صوتنا عليها في الدستور في 2011 أعلننا نحن له بالمرصاد إلى يوم الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبالتالي نقول هنا تياها أعلننا هذا نحن وكتيا قدام المديرية الجهوية للصحة اللي الناس الشرفاء يقدموا اليوم للمجلس التأديبي، واحنا نقول لا للمجلس التأديبي، لا للمجلس التأديبي، لا للمجلس التأديبي، نعم للشرفاء وللأعزاء، نعم للشرفاء وللأعزاء، نعم لدكاترة الشعب، نعم لدكاترة الشعب، نعم لخدمة الشعب، نعم لخدمة الشعب. نحن ضد أي نقاش هم انتهكنا وانتهك كرامتنا هذه النشرة اللي هي نحن هم كساكنة نعرفوا احنا نخلق السلطتين، خلق السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهذو نحملوهم المسؤولية اللي تعود السلطة التشريعية اللي هي من ألفها إلى يائها في الانتخابات ظهرت كاملة بدون أي استثناء وطلعناهم، ولين جاي هذه الوضعية الصحية اللي نعيشه ما أجبرنا أي نقاش نتكلم عنها. نحن خالقين مسألتين هما اللي تتقدم بهم الشعوب، الصحة والتعليم والجانب الأمني، هذو الثلاثة اللي يعودوا ماهم خالقين في الدولة معنا ما خالق شيء، وهذو هما نيالتهم يدافع عنهم ما أنهم يتموا يجمعوا ويعدلوا الدورات، من يعدلوا الدورات على الميزانيات يجوا كاملين ويناقشوا ميزانية الميزانية.